قال الشريف قبل قليل، فاز المنتخب الألماني على نظيره الجزائري بهدفين لهدف في دور الثمانية لكأس العالم بعد مباراة سيطر الجزائريون على أجزاء كبيرة منها، ووصفت بأنها واحدة من أفضل مباريات المونديال ل 2014. لم يحسم الألمان المباراة إلا في الشوط الإضافي الثاني بهدفين سجلهما أندري شورلي ومسعود أوزيل قبل أن يقلص الجزائريون الفارق على يد عبد المؤمن جابو. وقدمت الجزائر أداء رائعا وزعزعت الدفاع الألماني بأسلوب الكرات القصيرة، لكن اللياقة البدنية الألمانية كانت العامل الحاسم في النهاية. وقال مجيد بقرة مدافع الجزائر أن الجزائريين أثبتوا للعالم أنهم يتملكون فريقا رائعا. كما قال اللاعب الألماني شورلي أن الجزائر صعبت المهمة كثيرا على رفاقه. ورغم خروج الجزائر من المونديال، عبر المشجعون الجزائريون عن سعادتهم البالغة بالأداء الذي قدمه المنتخب الجزائري طوال المونديال. داروا كرون ماتش خويا العزيز، فرحونا، داروا اللي قدروا عليه، الله غالب يا خويا مع الاخر كونديسيون فيزيك الله غالب عياو، الحمد لله فرحوا كاع ماهم زعفانين، لو بابل كاع ماهو زعفان عليهم يا خويا، رجعنا بالشارع. وبهذه الصور من الجزائر